إذن على بعد أيام من الانتخابات الجماعية والجهوية المقررة في 4 سبتمبر المقبل، تشهد الحملة الانتخابية الممهدة لهذا الاستحقاق، تشهد تنافسا بين مختلف الأحزاب السياسية واللوائح المرشحة في الانتخابات سواء الجماعية أو الجهوية. هذا ومن المنتظر أن تشهد هذه الحملة أيضا ارتفاعا في الوتيرة في الأيام المقبلة لاستمالة أكبر عدد من الناخبين. عن هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف مباشرة في الاستوديو المحلل السياسي الدكتور محمد العمراني أبو خبزات. دكتور مرحبا بك. مرحبا بكم. يعني كيف تنظرون أولا إلى الطريقة التي تسير من خلالها الحملة الانتخابية منذ انطلاقها والتي تشهد يعني نوعا من الهدوء إلى غاية الساعة؟ وفي الظاهر أن هناك فتور نوعا ما على مستوى سخونة الحملة هذا ما يظهر لنا. هذا ما يظهر. هذا راجع إلى كون أن الحملة الانتخابية الآن أصبحت تأخذ أو تعتمد على وسائل بديلة، لم تعد فقط الوسائل التقليدية والكلاسيكية التي اعتدناها في الحملات الانتخابية السابقة. الآن هناك كذلك مواقع التواصل الاجتماعي ربما أن فيها سخونة أكبر الآن في إطار الحملة الانتخابية القائمة. كذلك أن حتى ربما قد نقولها بشكل واضح أن الكثير من الأحزاب السياسية والمرشحين لم يستوعبوا بعد القوانين الجديدة للمؤطرة للجماعات الترابية، فبالتالي أنا لا زال هناك تهيئ. ربما قد أقول أن دائما نعتمد على السرعة النهائية في التعامل مع القضايا السياسية الأساسية، والحملة الانتخابية ربما قد تكون في الساعات الأخيرة أكثر قوة من الآن. كذلك أن يجب أن نأخذ كذلك بعين الاعتبار النصوص القانونية. النصوص القانونية الآن أصبحت تؤثر بشكل دقيق العملية الحملة الانتخابية، لم تعد كما كانت في السابق هناك حرية مطلقة في التعامل مع الفضاء العمومي للتواصل السياسي. الآن هناك تقنين للحملة الانتخابية، مثلا هناك مواقع محددة لوضع الصور، هناك كذلك حتى المواقع ديال الحملة الانتخابية بالنسبة للمرشحين محددة. إذن فالنصوص القانونية الآن أطرت الحملة الانتخابية وجعلت الفضاء العمومي يعتمد بشكل محدود. نعم، هذا من جهة. يعني سننتقل إلى محور آخر، يعني محور تعامل الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتواصلها مع المواطنين. يعني ما رأيكم بهذا التعامل؟ هل هناك سلوك ما مثلا أو تحول ما في سلوك الأحزاب سواء فيما يتعلق بالتواصل المباشر مع المواطنين أو من خلال التواصل الإعلامي الوسائط الإعلامية بما في ذلك التواصل الاجتماعي؟ وفي الظاهر الآن كذلك على مستوى الخطاب، وأنه الخطاب في التواصل في الحملة الانتخابية لم يخرج عن المألوف الذي أصبحنا نعتاده في الخطاب السياسي لدى الأحزاب أو لدى السياسيين في المغرب. تدني مستوى الخطاب الذي عاهدناه وأصبحنا نتحدث عنه بشكل كبير، الشعبوية، السباب والقذف إلى والشتم إلى غير ذلك، أصبحنا نشهده حتى في الحملة الانتخابية للأسف الشديد. وهذا يؤثر بشكل كبير وكبير جدا على الاستقطاب، على استقطاب الكتلة الناخبة لكي تتفاعل بشكل إيجابي كما نقول مع العملية السياسية والعملية الانتخابية بشكل خاص. وهذه الميزة ربما أنها تؤثر كما قلت. كذلك أن إذا عدنا للوائح الانتخابية والمرشحين، هناك نسبة كبيرة أنها ألفت العملية الانتخابية وتعرف جيدا أن الفوز بالانتخابات لا يمر بالضرورة عبر الحملة الانتخابية، بل يمر عبر وسائل أخرى. لأن الحملة الانتخابية هي فقط آلية روتينية ليست لها تلك القوة التي الآلية الأخرى. تبقى الآلية الأخرى هي أشد نجاعة وأكثر نجاعة في الفوز بأصوات الناخبين أكثر من الحملة والتأثير في المواطن ربما. نعم بشكل كبير. طيب نتحدث الآن دكتور عن العالم القروي الذي يتميز بخصوصيات ما يجعل هذه الانتخابات مميزة ربما في مقارنة مع المدن. برأيك لماذا هذه الخصوصية أولا؟ الخصوصية العالم القروي في المغرب، نحن نعلم أن الكثافة السكانية ربما أن الآن أصبح هناك
نوعا ما توازن ما بين العالم القروي والعالم الحضري على المستوى الكثافة السكانية، ولكن المجال القروي فضاء واسع يصعب فيه على الأحزاب السياسية أن تؤطره بشكل كلي. كذلك هناك توارث بعض الممارسات السياسية في المغرب، أن الفضاء القروي وفضاء ممنوع نوعا ما عن بعض الأحزاب السياسية وعن بعض النخب، لأن كانت هناك هيمنة نوعا ما لبعض الأحزاب على المجال القروي، وحتى أننا كنا نعتبر أن هذه الأحزاب هي أحزاب قروية أكثر مما هي حضرية. الآن لماذا هناك برأيك؟ لماذا برأيك هذه الهيمنة؟ لأن كما قلت هي خزان أحزاب دون غيرها. لا، هو خزان انتخابي لأحزاب كانت محسوبة على الإدارة. نعم. فبالتالي أن الإدارة كانت تسعى للمحافظة أو لخلق نوع من التوازن في الحقل السياسي من خلال جعل العالم القروي مجال خاص بالأحزاب التابعة للإدارة. كذلك أن العالم القروي هو مضبوط من قبل الإدارة أكثر من العالم الحضاري، فلا زالت السلطة حاضرة بقوة وبثقل داخل المجال القروي، في حين أنها لم يعد لها ذلك الحضور الاعتبار الذي كان لها في في فيما مضى. لذلك فالمجال القروي وليس مجال مفتوح على مصراعيه على الأحزاب السياسية، ولكن لا يعني هذا أنه لم يقع تحول. هناك نوعا ما الآن هناك بداية حضور لجميع أطياف الأحزاب السياسية في العالم القروي على اختلاف ما كان في السابق. كذلك أن العالم القروي لا يمكن أن نعتمد فيه الآليات المعتمدة في العالم الحضري على مستوى التواصل السياسي. مثلا لا نستعمل بكثافة مواقع التواصل الاجتماعي في العالم القروي لضعف التغطية شبكة الانترنت، وهناك مسألة الأمية المنتشرة بشكل كبير على المستوى القروي. طيب، يعني من الأمور المهمة التي تؤرق المراقبين لهذه الانتخابات مسألة استخدام الأموال. يعني هل يعني في نظرك دكتور يمكن أن يكون هذا العامل حاسما في الانتخابات المقبلة؟ هو عامل المال في الجانب الانتخابي أنه دائما سيبقى حاضرا. كانت هناك دائما محاولة من قبل التأثير على المواطن من خلال المال. نعم. ودائما كان هناك كما قلت هناك محاولة على مستوى النصوص القانونية لمنع أو لتقليص مساحة نفوذ المال في العملية السياسية، ولكن دائما هناك كما نقول دائما هناك محاولة من قبل ما يسمى بالكائنات الانتخابية لاستعمال المال في العملية الانتخابية. ولكن ربما أقول أن الآن هناك مؤشر ربما قد يكون له دور إيجابي في تقليص استعمال المال، وهو رفع نسبة المشاركة. عندما إذا ما كانت هناك نسبة مشاركة عالية فسيصعب على حالك أقول أصحاب الشكارة أنهم أيوة. يكون عندهم تأثير. كذلك أن انتخاب أعضاء مجالس الجهوية عن طريق الاقتراع المباشر كذلك سيقلص نسبة استعمال المال. إذا هجود المؤشرات سيكون لهما تأثير بمعنى. نعم. كذلك أن ربما مما ظهر جليا من خلال منشورات وزارة العدل والحرية ووزارة الداخلية أن هناك سيكون هناك حرص شديد على مراقبة هذا الجانب بالتأكيد. ولربما الآن كما هو معلوم أن نسبة المراقبة الملاحظين الذين سيتتبعون العملية الانتخابية الحجم، لأن أزيد من 4000 مراقب ربما أنه كرقم ربما له دلالة قوية في إمكانية التقليص، ولكن لا نقول أنه لن يكون هناك استعمال المال لأنه أصبح لازما. وحتى أننا نتحدث عن سوق الانتخابات في المغرب، سوق حقيقي فيه تنتعش ويكون رواج. طيب. كبير بالنسبة للانتخابات. يعني هذا فيما يتعلق باستعمال المال. المعروف كذلك أن الناخبين دكتور يصوتون على الأشخاص وليس على البرامج، ولهذا نجد أن الأحزاب السياسية تتهافت على ترشيح الأعيان. برأيك الحزب الذي سيفوز هو الحزب الذي لديه أكبر عدد من الأعيان؟ أقول أن الانتخابات هي أصبحت في المغرب محددة ومضبوطة بالمرتبة الأولى، أن من يفوز بالمرتبة الأولى له الأسبقية والأولوية في الكثير من الأمور. لذلك فتهافت الأحزاب على تبوء المرتبة الأولى
يدفع إلى اعتماد جميع الوسائل بما فيها استقطاب الأعيان. ولكن ربما أن هنا طبيعة الانتخابات في المغرب أنها عملية نوعا ما معقدة، قد تظهر للعيان أنها بسيطة وأنه يمكن لأي شخص أن يلج الانتخابات. في المغرب لا، الانتخابات لها محترفوها يعتمدون أساليب معينة في التعامل مع العملية الانتخابية. فمثلا على سبيل المثال، من يترشح للانتخابات يجب أن يكون على الأقل قد ضبط اللوائح الانتخابية على الأقل. وضبط اللوائح الانتخابية ليست مسألة متاحة لأي كان، فهي تحتاج إلى لوجستيك، تحتاج إلى علاقات وشبكات كبيرة وواسعة. فلا يمكن لأي كان أن يدعي القدرة على ولوج عالم الانتخابات في المغرب إذا لم يكن إما من الأعيان أو له غطاء من هؤلاء. لذلك فلا أعتقد أن العملية الانتخابية قد تخرج من نطاق الأعيان في المغرب، ستبقى طالما أن الانتخابات تمر بهذه الشكلة ستبقى تحت وصاية الأعيان. الانتخابات في المغرب أقولها ستبقى إلى أن تغير طريقة التعامل وطريقة التزكيات والترشيح لدى الأحزاب السياسية تحت وصاية الأعيان. ونتمنى كذلك أن تنفذ كل البرامج والوعود، أن تجسد على أرض الواقع للارتقاء أكثر بحياة الساكنة. دكتور بالفعل. الدكتور محمد العمراني أبو خبزة، المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات والإضاءات القيمة، وشكرا لحضورك معنا. شكرا شكرا جزيلا.